سلام فنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس. الوغ جيتكم بالموضوع اللي وعدتكم به لا ديرنيغ فوا، اللي هو التغلب على الكسل، على لا باغيس، على التنين، على لا فينيونتيز، سموها كيما تحبوا. ليسونسييل سي كو اليوم رايحين نهضروا على 3 تكنيك اللي رايحين تقدروا تستعملوهم باش تتغلبوا على الكسل وباش تقدروا تنوضوا في اي وقت اللي فوزافي ديسيدي باش تنوضوا فيه. اول حاجه باش نعرفوا شنو هي الحلول للكسل لازم نعرفوا الاسباب. في هذا الفيديو راح نوري لكم 3 اسباب للكسل ونعطيكم لكل سبب نعطيكم حل. دونك يلا نبداو. دونك السبب الاول هي الخلعه. سمعتي مليح، الخلعه. عندك بزاف حوايج ديريهم ما على بالكش منين تبداي، وخايفه كنت تبداي ما تكمليش طول النهار وانت واقفه في هذيك الكوزينه، ولا نهار كل وانت قاعده على البيرو انت تخدمي ما على بالكش منين رايحه تبداي. اول سبب هو سوء تفاهم بينك وبين العقل تاعكم. راح نعطي لكم معلومه مهمه جدا جدا راح تنفعكم في الايام القادمه ان شاء الله. العقل البشري يكره لو كوا، الماذا، انك تقولي له نوض دير الميناج، ولا نوض تقرا، ولا نوض تصلي. العقل البشري يحب لو كومون، كيف، و لو كومبيان، الوقت. لو كومون، الكيف. احسن حاجه راحين تعاونوا روحكم بها هي انكم ديروا قائمه مهام، اون تو دو ليست، ولا اون ليست دي تاش، وين راحين تكتبوا فيها كامل لي تاش تاعكم اللي لازم ديرهم في هذاك النهار، كامل المهام. نزيد لكم معلومه اخرى، ماشي يعني هي سي امبورطون انكم تكتبوا كامل لي تاش، بصح كاينه حاجه اهم من هذا، هي لكل مهمه تكتبوا الخطوة الأولى. باسكو علاه؟ الخطوة الأولى هي اللي راح تعطيكم هذاك الحافز باش تبداو المهمة نتاعكم. مثلا أوليو باش تكتبي منش عارفة أنايا رونجي لا كويزين، والله أنني نظف المطبخ نتاعي، اكتبي المهمة الأولى منين رايحة تبداي، مثلا تنظفي ليفيي تاعك، والله تنظفي لي بلان دو ترافاي. المهم اذا كنتي باغ اكزومبل راح تبداي تقراي، واليوم باش تقولي رايحه نبدا نقرا، لازمك تقولي الخطوه الاولى، نجبد الكراس تاعي، نجبد ستيلو تاعي، نجبد كتاب الرياضيات، وندير التمرين رقم 4 صفحه 96 مثلا. فهمتي؟ هذه النقطة بالذات تطرق ليها دافيد ألان في كتابه Getting Things Done، لا ميثود جي تي دي. لا حبيتو نهضر لكم كش من نهار على هذا الكتاب اللي هو فريمون فريمون انتريسون، مهم في تسيير الوقت وتسيير المهام. هذا يعني الموضوع هذا كش من نهار ان شاء الله ندير لكم لو ريزومي تاع هذا الكتاب اللي هو رائع، وكنت تطبقوه كل يوم راح يعني تلاحظوا تغير في تنظيم الوقت نتاعكم وتنظيم المهام. دونك لازم تودي تري تري بريسيز، العقل تاعنا يحب لا بريسيزيون، الدقه. كل ما تودي دقيقه في المهام اللي تطلبيها من الجسم نتاعك ومن العقل تاعك، كل ما يعود مطيع ليك وللاراده نتاعك. دونك اول خطوه باش تتهناو من الكسل هي انكم توجدوا قائمه مهام في الليل قدام لا ترقدوا للغدوه الصباح، والا مع تنوضوا الصباح كي تشربوا قهوتكم تكتبوا القائمه تاع المهام تاعكم اللي عندكم ديروه. ومهم جدا انكم تاخذوا 3 مهام الاهم يعني في لا جورني اللي لازم ابسولومون ديروهم، 3 لي بريوريتي اللي لازم ديروهم تبداو بهم. انا جينيرالمون نحب نبدا بثلاث مهام الصامتين اللي فريمون ما نحبش نديرهم، باسكو علاه كي تبداو بالحاجه اللي ما تحبوش ديروها تعود عندكم شويه لينيرجي شويه الطاقه. دونك نبدا بالحاجه الصامته فريمون اللي نكره نديرها، اي بي ابري نروح للمهام اللي شويه اسهل منهم. دركا نروحو نشوفو السبب الثاني نتاع الكسل. السبب الثاني نتاع الكسل، وهذا السبب هذا منتشر في كاع
كاع الفئات تاع المجتمع من صغار حتى للكبار، ولا آفة فريمون، ولا آفة اللي هي لي ريزو سوسيو، الانترنت، اليوتيوب، فيسبوك، انستغرام. هاد الحوايج كامل اللي يدو منا الوقت بزاف بزاف، وما نقدروش، ما عندناش يعني هذيك القدرة باش نحطو التليفون تاعنا ولا نطفو لورديناتور تاعنا ونحبسو ونروحو للحوايج تاع الحياة الحقيقية، ماهيش الحياة الخيالية. دونك الحل انا يا صبتو في الكتاب تاع ميل روبينز اللي هو 5 second rule، اللي هي طريقة الخمس ثواني. دونك انا شريت الكتاب قريته، ما ننصحكمش انكم تشروه باسكو فرانشمون فيه بزاف بلابلا بور ريان. لا ميثود تاعها هايله، مي تختصر في جمله واحده، هي انكم ديروا لو كونت ا ربور اللي هو العد التنازلي. تحسبوا دو 5 جوسكا 0، 5 4 3 2 1 0 وتنوضوا. دونك هذه الطريقه هذه ربما تبان لكم جايحه، مي صدقوني بلي انايا مشات معايا بزاف. تخيلوا انكم راكم قاعدين في التليفون تاعكم تفرجوا في يوتيوب من فيديو لفيديو، ولا في فيسبوك، ولا في انستغرام، ولا في بينتريست، وما عندكمش هذيك القدره باش تنوضوا. دونك النصيحه تاعي لكم واش راح تكون هي انكم تحطي التليفون تاعك، مش انك تو سيبار دو طون تليفون، على بالي بلي ما تقدريش تطفيه وتنوضي على ضربه. برك نحي عينيك من التليفون تاعك، طلعيهم جو سي با نيا في السما ولا، واجبدي النفس تاعك 3 مرات، اجبديه وتنفسي ببطء، ومن بعد قري انك تحسبي من 5 حتى 0. 5 4 3 2 1 0 طفي التليفون ونوضي. على بالك هذوك الخمس ثواني راح يعطوا واحد الحافز للعقل تاعك، ما عندوش الوقت باش يخمم، باش يقول لك نو فينالمون ما تنوضيش، ما عندكش حوايج ديريهم، هنايا راكي احسن. نو، راح تنوضي في هذيك اللحظه اللي راكي قررتي انك تنوضي فيها. وبين قوسين هذه الطريقه تمشي بزاف بزاف الصباح باش تنوضوا. مثلا اذا درتوا الغذاء تاعكم باش تنوضوا تصلوا الفجر وما عندكمش هذاك الحافز، هذيك القوه باش تنوضوا، صدقوني بلي هذه تمشي تري تري بيان. تحسبي الداخل في راسك 5 4 3 2 1 0 تنوضي من بلاستيك. عبالك شغل هي ميل روبينز قالت لك بلي ان فيت جاتها الفكره كي شافت اون فوزي رايحين يبعثوها يعني للسباس للفضاء، فهي حسبوا من يعني 5 حتى 0 ومن بعدك تنطلق لا فوزي. دونك على بالكم بلي صح صح تمشي هذه الطريقه، بساطتها بصح عندها يعني القوه تاعها في بساطتها كيما نقولوا. دونك جربوها ورجعوا لي بالخبر. ودركا نشوفوا الخطوه الثالثه اللي هي طريقه الخمس دقائق. الوغ وشنو هي طريقة الخمس دقائق؟ تخيلي معايا راكي دايره لا ليست نتاعك، حسبتي 5 ثواني ونوضتي من بلاستيك بصح ما عندكش هذيك الإرادة، هذيك الخطوة الأولى، هذاك النشاط باش تبداي المهمة الأولى، الخطوة الأولى. العقل تاعك مازال ما استوعبش بلي راكي لازم تخدمي، مازال ما كيش في هذيك الحيويه وهذاك النشاط، مازالك في واحد الخمول داخلي. درك نفهمكم على هذه الطريقه، هذه راهي افيكاس، فعاله بزاف بزاف. اولا طريقه 5 دقائق، يعني بالعقل تاعكم ما يديرش فرق بين الحقيقه والكذب، تقدروا تكذبوا عليه العقل تاعكم وراح يصدقكم 100%. راح تقولي العقل تاعك نعطيك 5 دقائق، 5 دقائق مش مده كبيره، 5 دقائق باش نبدا الخطوه الاولى، ليش تبلي مازال فيا الخمول، بعد 5 دقائق راح نروح نرتاح. كي تبداو تخدموا صدقوني باللي الانرجي تجيكم في الخدمه، النفحه تجيكم وانتوما تخدموا. بعد 5 دقائق خلاص كي بديتي ديماريتي، بديتي طيبي ولا بديتي تغسلي في الماعن تاعك، خلاص ديجا مسيتي الماء ولا بديتي تسيقي، صدقيني باللي ما تعديش كاع عندك انفي باش تحبسي. لابيتي فيان ان مونجون، هكذا يقولوا ياك. كي الواحد يعد مش جيعان ويبدا ياكل تجيه لابيتي وهو ياكل، المناج، القرايه، الصلاه، كلش يجي في الممارسه، كي تعودوا تمارسوا باش تحسوا بهذيك النشاط وهذيك الحيويه. دركا طريقه الشيطان
ما تخلعوش باسكو اون فيت طريقه الشيطان واش يدير لكم الشيطان درك نفهمكم على هذه الطريقه هذه راهي افيكاس فعاله بزاف بزاف تقوني انكم كنتو درسوا يعني الطريقه اللي يستعملها عدوك ضده وتستعملي نفس الطريقه تلقاي روحك باللي خرجتي من هذاك العذاب هذاك وهذاك الخمول وهذاك يعني لي كورد اللي كانوا رابطينك الشيطان واش يدير لك كي تعدي في يوتيوب ولا تعدي في فيسبوك وتشوفي فيديو وتحبي تنوضي يعني باش تنوضي تخدمي عندك بزاف مهام يسناو فيك واش يقول لك الشيطان ها يقول لك زيدي معليش زيدي هاد لا فيديو وخلاص نزيدو نقراو هاد الكتاب وخلاص نزيدو ناكلو غير هذيا وخلاص نزيدو نهضرو في التليفون غير مع هاد لا بيرسون وخلاص وانتيا واش ديري تروحي تصدقيه تروحي تتفرجي هذيك لا فيديو وتحسبي باللي صح كي تكملي هذيك الفيديو راح تنوضي بصح واش يزيد يقول لك نو مزال زيدي هذه وصاي دونك تيا راح تستعملي نفس الطريقه نتاعو تاع الشيطان وصدقوني انها طريقه افيكاس لا بروميير فوا اللي سمعتها ان هذه الطريقه c'était une canadienne qui te dit يعني في محاضره une conférence وهضرت عليها وقلت بيني بين روحي قلت كوميم تكذبي على العقل تاعك شغل العقل تاعك جايح ما يفهمش ما يفرقش تقول له باللي زعما نعود نغسل في الماعن نقول معليش نزيد غير نمسح هاد البلان طرافاي وخلاص نروح نمسحو من بعد نزيد نقول معليش نزيد غير نكنس الكوزينه وصاي والله نقول باغ اكزومبل زعما راكي تخدمي زعما في تمرين تاع رياضيات وتحبسي نزيد غير تمرين واحد وصاي نزيد نحفظ غير زوج سطور وخلاص نزيد يعني استعملوا الطريقه تاعو باش تتغلبوا عليه وصدقوني بلي هذه الطريقه راح تمشي بطريقه روعه عليكم العقل تاعكم يصدقكم وزيدوا له المهام هكذا يزيدوا له زيدوا له حتى فريمون تحسوا رواحكم بلي تعبتوا اذا خلاص الوقت والله حسيتوا رواحكم فريمون عييتوا ماشي تفنين تعب تحبسوا لا هذو هما لي 3 تكنيك اللي كنت نحوس نوريهم لكم اليوم زائد الحيله الاخيره نتمنى فريمون بلي هاد لي 3 تكنيك يعدو عجبوكم وان شاء الله رايحين ينفعوكم ورايحين تطبقوهم اكتبوا لي في لي كومونتير لنفعوكم واش نقول لكم بلي نحبكم بزاف نشوفو في دو غرو بيزو ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل باي